أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نحن من إحدى الدول العربية ولا نستطيع فيها إظهار ديننا هناك، ولكن نجد صعوبة في الانتقال والهجرة إلى هذه البلاد للظروف المالية والإجراءات وإجراءات الجوازات، ولنا أهلنا هناك، فكيف نأتي بهم؟ وما حكم حالنا والحالة هذه؟ هذا إذا لم تستطيعوا فأنتم معذورون، إلا المستضعفين، إلا أنكم ما تستطيعون، لا تستطيعون حيلة ولا تهتدون سبيلا، فأنتم معذورون حتى يزول هذا العذر، حتى يزول هذا العذر. نعم.